الثالث والاخير من بالي ماستر ريت اليوم الاربعاء. قاعد تفرش في الفلوس خويا قدامي لهنا، هذوما 20 مليون كان تحب تحسبهم معايا، هذوما 20 مليون كاش. قد تصيبك حالة من الندم كما تبعثش مساج، خاطر السيد اللي ربح معنا اليوم باش يتسلم الاموال هذوما تقول انت شخص كان جيت انا في بلاصته. والله هذا لا يعتبر نوع من انواع البغض، لا يعتبر حق مشروع. هذا شخص كان 20 مليون هذيك علاش اسمه يبعث امين بالاس ام اس انا جاي كمون على 85 811 باش تكون انت زاده كيما السيد اللي ربح تربح مبلغ 20 مليون نهار غره ماي. ماما كل ما انت تقول ابعث نقولها ما ابعث، تقول لي اما كان نربح راني مش ناخذهم انا. مش مشكل انا عندك منهم برشا ما تحقوش ما حد شيء هذوما نكعبرها روحي. هذا عشاء لا هذا حق عشاء من العشاء اللي نكرهه بالفاخره نتاعك. ان شاء الله ربي يزيدك يا مينا. ان شاء الله ربي يزيدك. انا نقول ربي يزيدك ان شاء الله ما دام بالحلال ربي يزيدك. ما تغركمش المظهر والله لا تغركم من قلبي. انا نقول فيها من قلبي. ما ديما من قلبك ما ديما تهبطوا الهم للشعب. لانفيتي ماسكين تاعنا يا زياد. لانفيتي ماسكين تاعنا في الجزء الثاني. انفيس هو مغني. تونسي. تونسي. لبناني. يا ربي بلاش تجيب لنا اللبناني. لا لا ما نجيب كان تونسي. انا كاو تونسي كاو من بدايه السيزون نجيب كان تونسي. شجع المحلي. شجع كان المحلي لحكم الامكانيات. لا لا ما عادش تبارك الله بلا سمع نغزي فيديسيون تبارك الله. هو مغني تونسي. قالوا لك تمثل ولا لا؟ مثلت قبل ولا لا؟ لا لا قوينا صوتك شوي. لا تمثيل لا ما مثلش. رابيرا زين الحداده. شنو جبتوا لي؟ علاه زين الحداد طول؟ عيني مارون ولا اخضر؟ خاطر توحشني. اسالوا. انت مقمرتهم بالعينين يا حلو. قالوا لك عينيك خضر ولا مارون؟ خضر خضر. خضر. شو شو عدنا الشويش. اسمع اسمع شو بصراحه جمجتها لي. لا حوسي. هو عفريت على الاخر. حوسي حوسي. اجابه صحيحه. والله أول مرة يجينا معناتها انفيتي يا حسين. حسين أبابا أبار اللي انفيتي معناتها يسلم بالبوس على كل كل بلاي كامل الببليك كل فرد مرة زيادة. مرحبا حسين. يا مرحبا مرحبا. تعرف كي الهلال السيد هذا يظهر مرة في الفيلم. أما مش صغار مش مش كبار. بالحق والله. شنو السر مش صغار؟ إي سي كومبليمون. شنو السر حسين مش صغار؟ والله مرايتي ربي فضلها دونك محافظة عليا في الماكلة، محافظة عليا تعس عليا في السبور زاد كيف كيف. الحمد لله زاد كيف كيف. الأمبيونس اللي موفرينها بنياتي في الدار زاد كيف كيف. افيك بوكو دامور افيك بوكو دو سوتيان حتى على مستوى الخدمة والكل دونك الحمد لله. هو مهم برشا غذاء الجسم دونك باش تاكل باش تترينا وكل ومهم برشا زاد غذاء الروح اللي تلقاوه في ليميسيون تاعنا في ليديتو تو سويت مع سونيا. بلا ترانزيسيون. نحب نحكي لكم على بلاد مسكره. نحب نحكي لكم على بلاد مسكره في الوطاء ومسكره في السماء. نحب نحكي لكم على بلاد باركه 8 سنين وهي باركه. نحب نحكي لكم على بلاد الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات. نحب نحكي لكم على تونس. تونس اللي عملت ثورة. تونس اللي كتبت أقوى دستور في العالم. جاء فيه بالبند العريض حق الإضراب مضمون. هيك هو توكلنا على ربي وبدينا نطبقه في الدستور. سكرنا كل شيء. سكرنا الكياسات. سكرنا المكاتب. سكرنا السكة على الترينوات. سكرنا المعامل. سكرنا الإدارات وسكرنا حتى الطيارات. وفي الأثناء التونسي التونسي التاعب التونسي المسكين التونسي اللي كل شهر يبدأ طالع هابط في حسابه كيفاش يكمل شهره التونسي وقت اللي يخرج من داره يا ربي العمل عليك ما يعرفش شنو اللي باش يلقى. يلا ندرا باش يلقى كار يلا ندرا باش يلقى تاكسي جماعي يلا ندرا باش يلقى تاكسي
يلا ندرا باش يلقى ثنية محلولة على خطر ثنية تتسكر. التونسي مطالب أنه يصبر، يصبر رغم أنفه. التونسي يصبر على مصالحه اللي تضيع، يصبر على خدمته اللي ما يمشي لهاش، يصبر على السبيطار اللي ما وصلوش، يصبر على الموعد اللي فلته، يصبر على أي حاجة يحب يقضيها وما ينجمش. التونسي يصبر بالسيف عليه على خاطر فما ناس اتطبق الفصل 35 من الدستور حق الإضراب مضمون. 8 سنين تعدوا خلوقنا فدوا، 8 سنين ضربات واحتجاجات واعتصامات، وهات هات منين هات؟ على أساس أنتجنا، على أساس خدمنا، على أساس ضاعفنا منتوج الفوسفات اللي هو أكبر ثروة في البلاد، على أساس أعطينا أحلى وأجمل صورة للبلاد باش يجيونا المستثمرين والسياح. المستثمر اللي يتلوح بالساعات في مطاراتنا خاطر ما فماش طيارة، والمستثمر اللي يخرج وما يلقاش تاكسي، والمستثمر اللي يوحل في ثنية على خاطر ثنية مسكرة، المستثمر اللي يكتشف اللي الرياضة الوطنية في تونس هي تطبيق الفصل 35 من الدستور، المستثمر اللي وقته ثمين ما عندوش فاش يضيعه واش تحبوا يعمل، يهرب سقيه على من راسه. عملنا ثورة واستوعبنا برشا مفاهيم، منهم مفهوم الحرية وحق المطالبة بالحقوق الشرعية. مفهوم واحد ما استوعبناش، مفهوم الخدمة والعمل. اللي عملنا كيف الألمان وقت دمرت بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية وشمروا على يديهم وعاودوا بنوها وردوها من أقوى البلدان اقتصادياً، واللي عملنا كيف ما اليابانيين بعد ما دمرتهم القنبلة الذرية، واللي عملنا حتى كيف ما رواندا بعد الحرب الأهلية. احنا تلهينا نطالبوا 8 سنين واحنا نطالبوا، انهار الدينار وشعلت الأسوام وما كفناش، مواصلين نطالبوا، نحفروا نحفروا نحفروا، مسينا القاع واحنا مازلنا نحفروا. الإشكال اللي ماهوش باش يطلع لنا بترول، الإشكال اللي بالحفران متاعنا الكلنا باش نتيحوا وباش يهبط علينا الردم لو كان ما نفقوش على وضعنا. معروفة الكلمة الشهيرة متاع جون كينيدي اللي قالها في الستينات واللي احنا في القرن 21 يبدو لي مازلنا ما استوعبناهاش. كينيدي قال: لا تسأل ماذا قدم لك وطنك، بل اسأل ما الذي قدمته أنت لوطنك. واحنا تونس شنو اللي قدمنا لها باش ترجع لنا؟ برافو. قلت لكم انا غذاء الروح، غذاء الروح. والله ما يفيد، والله غذيت خويا زياد. يا ودي انا سونيا كي نغزلها نتغذى ما غير ما تحكيش. الله عندها ريزيرف. وي مرحبا خويا حسين، باش تخمم خويا؟ والله يخمم في الكلام اللي كانت تقول فيه سونيا. لخصت 8 سنين، 8 سنين نحب نربطهم بجمله قالها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه، والله لا يوصلنا للشيء هذاك، انه خراب الدوله هذه خراب البلاد هذه ما يكون كان من ولادها. ان شاء الله نرجعوا للكلام هذايا، يعني شنو ذنبهم صغاري وصغار الناس كل كي يسمعوا كلام كي من هذايا؟ علاش هكا بلادنا وصلناها للشيء هذايا؟ يعني ثم لي ريسبونسابيليتي، ما ثم حتى كل واحد يتهرب من المسؤوليه اللي هي مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الناس الكل. سي فغي بورسونتاج بوتيتر دوغري بورسونتاج يختلف، لكن كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين. اللي بالفايده هي الخدمه. ديجا حكيت سونيا على الخدمه، والخدمه راهي كل واحد الموقع نتاعو، المعلم يخدم، البيلوت يخدم، الفارماسيان الطبيب يخدم، انتج وطالب، انتج وطالب زاد ينتج يزبط طالب. عملتي عندك عام ما انتجت حتى شيء، علاش؟ لا انا عند بالعكس، عندي عام كنت في ان غرون بروجي مع عملاق من عمالقه الانشاد الروحاني والصوفي سيد احمد جلمام، للاسف يعني لظروف ما
بتاتخ ظروف ما حاسيلو العمل وقف عنده 3-4 شهور هذاك علاش دونك جي شانجي لو كاب دونك وعلاش وقف العمل معناتها والله يوقف حاجه من الاشياء اللي بتاتخ اللي كانت تحكي عليهم سونيا برشا قيم تحطت برشا اخلاقيات للاسف ولات انا نحب من خلال الجمله هذه نتفاعل مع الانفيتي اللي كانت بحذاكم هنيه وحكيت على الحيوانات ربي سبحانه يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الارض ماهيش الانسان فقط الارض هي الانسان هي الحيوان هي الدواب هي الشجر هي النبات هي الهواء لازمنا نستحفظوا على كل شيء لكن للاسف قاعدين نحاولوا باش نحس فجاعه في قاعد تحكي على البروجي اللي ما تعملش هذا بروجي لأني كنت سعيد وكنت فخور وكنت شيخ برشا برشا أنا والمجموعة الكل مع سيد أحمد جلمام سيد أحمد كلكم تعرفوه طينته طينة خاصة حامل القرآن الكريم عايش في يعني عائلة محافظة بأتم معنى الكلمة كيفاش نقول الانتوراج نتاع سيد أحمد الكل زاد جماعة نتاع زوي نتاع يعني حضر في إميسيون نتاع إذاعة والكل هبطت عليه حاشاكم سكاكن بدون أي سبب بدون أي سبب يعني تهتكت الأعراض تجبدت الأم تجبد البو تجبد الصغار والله يحضر في إميسيون يعني لا مش الإميسيون وين معناتها وين صار هذا وين في الريزو سوسيو في الفيسبوك اللعبة اللي بتاتر مش كل إنسان ينجم يتحملها مش كل إنسان ينجم يتفاعل معاها رغم اللي حكيت أنا وسيد أحمد قلت له لازمك تعمل عين تسمع وعين ما تسمعش عين بلتو ذن تسمع وذن ما تسمعش وعين ترى وعين ما تراش لكن سيد أحمد طينة أخرى الراجل إلي تخي سنسيبل بيتوتي على روحه ما يحبش المشاكل دونك بكل أريحية وبكل رحب صدر قال لي سامحني حسين راهو هل تقلق نفسانيا قلق برشا قلق برشا سيد احمد يمكن اسمه هوني مش ماخذ الحق بتاعه لكن البر على مستوى عربي في الخليج وفي المغرب العربي كي نقولوا احمد جلمام يعني غروس بوينتور فهمني دونك بعد يقراوا عليه كلام كين هذايا من ابنائنا من تونسنا من وليداتنا هذا عيب هل اليوم لي ريزو سوسيو ينجموا ياثروا سلبا على حياه فنان هو يسمو يعرف كيفاش يتفاعل معاهم خاطر اذا اليوم في تونس ينجم معناتها ياثر سلبا على فنان على ممثل على سياسي على كوارجي والله شو يأثروا إنسانيا يأثروا اجتماعيا برا خويا مثال سب لي اللي تحب حاشاكم صح حاجة مني صن سبني كما تحب أما تجبد لي بابا الله يرحمه ولا تجبد لي أمي ربي يشفيها ولا تجبد لي مرتي وصغاري وتجبد لي عرضي شنو هو بيناتنا يعني شفت قمة الكرة أنا بكل صراحة وين كانت بخبية الشيء هذايا يعني أنا عملت بتاتر بعد قافة صغيرة هكا في غنية من الأغاني هبطت علي سكاكن شنو هذا نرجع لها بعد خلينا في السؤال هذا باش نعمل تور دو تابل فيه هل اليوم لي ريزو سوسيو فيسبوك ولا غيره ينجموا يأثروا سلبا على حياة كوميديان ممثل مغني؟ باه مريم ذولي بيان بلاسي باش تجاوبنا على السؤال أنا لحقت ربي كانوا من الأول ما يتعبونيش الجملة ومن بعد تعبت شوية مي فينالمون عاودت قويت مخي وقلت خليهم يكتبوا اللي يحبوا يقولوا اللي يحبوا خاطر سا سيغ غيان معناتها دو أن العباد هذوكم ما نعرفوهمش وصار كلامك يا مريم سامحني مش اللي يتقبل راهو ما عندوش لا اصل لا فصل لا اي ميجا نقول لك المشكل أي. انا سكو جو مجي هتروا يحبوا كاين واحد لسانه طويل معاهم دونك باش تسكت 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 وبو دا ماما باش تطرشق دونك لازم انا دي فوا لازم نجاوبها ما نجمش لحمي يبدا ياكل فيا سي فغي كو يوجعوا بالكلام تاعهم كل شيء يجبدوا لك امك وبوك وخوك ومع شكون خرجت ليش انا هذيك يديروا بها وقتها نحل حرب في البلاد ثوره نعمل واحد اخرى يظهر لي لهنا دونك هنا وبودا ماما نقرا فما اولاد صغار ساعات نقرا دي ميساج سي دي زونفون ندخل في البروفيل يركبني العصب برا وكلام خايب امك وبوك ودرشون درشون ندخل نتفرج في البروفيل تاع طفل نلقى طفل صغير عمره 13 سنه اي هذا الرول نتاع ابوه وامه من بعد باش معناتها فوالا بس سي سي فوليزينيوري امينه شو رايك؟ انا والله نقبل وقت اللي يديسكوت لي بروبو نتاعي لا هو مش يحكي لك على النوع هذاك يحكي لك على عباد اللي يسبوا اه جينيور لا ما نخش عليهم لا بيناتنا وبيناتنا فلسه بلوك سونيا هل يمكن اليوم انه فيسبوك اسونسيالمون معناتها فيسبوك وانستغرام ياثروا سلبا على نفسيه فنان ولا كما سمعنا احمد جلمام معناتها اضطر انه يقطع عمل جمله ويختفي معناتها هو ما فما حتى حد معناها يقرا سبان ولا يسمع سبان وما يتاثرش لكن فيما يتعلق بلي ريزو سوسيو نتعلموا نتجاوزوا على خاطر راهو فما ناس ما عندهم ما يصنعوا في حياتهم ما عندهمش افاق وما عندهمش حياه ما عنده كانك الكلافيه هذاك تك 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 سهله برشا ما نجمش يوصل لك ما نجمش ولا يحقد عليك لسبب ما، لكن الطريقة الوحيدة باش يفرغ الحقد اللي فيه
مش انه ينقض نقد بالله بعد الثوره ما فماش نقد ما خاطر فما تسايب والعباد راهو ما تشكيش راهي جريمه راهي جريمه الكترونيه نجموا نشكيو بعبد ونجم يدخل بها للحبس هذا اللي الناس ما يعرفوش لكن بون يلزمنا وراو كي تمد وجهك في التلفزه راهو هذاك قانون اللعبه قانون اللعبه شويه فما كلام جارح وفما سبان وفما كلام خايب ويوصل للعائله ويوصل للعرض ويوصل برشا حاجات اما تقرر انك تتجاوز وتقول بينك بين نفسك رغم المية اللي سبوني في فيسبوك ولا في انستغرام راهم ما يمثلوش الناس راهم هذاك ماهوش هذاك العالم الحقيقي راهم هذوك ماهمش هذوك التوانسه كم شاء الله اعلم ما شنو ما نحبش نسميهم خاطر اللي باش يكتب كلام كيف من هذاك ما نجمش يكون عنده اصل ولا عنده ربايه دونك نتجاوز باهي واضح حسين كان يجيك اقتراح واحد اخر في عمل واحد اخر سبيكتاكل كبير ضخم باش نسمي لك اسمي يقول لي تخدم معاهم ولا باهي مثلا مع فاضل الجزيري اكيد فاضل قمه كبيره برشا فاضل الجزيري يعني الراجل عنده هيستوريك في لي غران سبيكتاكل سي ان هوم دو تياتر من خلال النوبه من خلال الحضره حتى على مستوى الافلام ما شاء الله يعني سي ان مع حياه جبنون لا لا علاه؟ حياه لا والله لا 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 خلينا نعطيو لكل ذي حق حق صحاب ساعة ولا صحاب حبايب نسلم عليها باليد ولا حبايب نسلم عليها باليد بالبوز كان يلزمنا ما عادش بالبوز باليد بعيد نسلم عليها باليد لا نسلم عليها باليد باهي ما فهمت شيء لا لا الواحد يقرا النوايا بعد ساعات ان شاء الله ديما النية طيبة ان شاء الله ديما النية طيبة ميساج هو بوتيتر بارونتيز صغيره يعني خاصه الانسان بوتيتر يبدل كاب تحياته ولا يعتزل والكل خلي اعتزالك هذاك بينك وبين خالقك وكل اعتزلت افيت البلاتوات ميداتيك عندك برودوي نتاع موزيكا عندك بروجي اخر تفضل احكي فهمني اما باش تحضر لمجرد الحضور ولا ثم نوع من الطريقه نتاع يحضروك في البلاتوات يل فو ميولي كان يشاركك في عمل فوزي بن قمره تقبل ولا با بوغ لو مومون عليه توا لا والله ثم نوع من الجفاء نوع من البروده في العلاقه بيني وبين فوزي دونك كل واحد يعرف ما يصلح به كل واحد عنده اختيارات والكل كنا في علاقه متميزه جد متميزه على المستوى الفني على المستوى الاجتماعي يعني من خلال قوافل الخيريه مشينا وشفنا الباهي وشفنا الخايب والكل بعد بتتر ما نقولش العيب فيه هو بتتر العيب فيه انا يعني بتتر حل وضي اكثر من اللي يلزم وصل له كلام عملوا له قاعده وكراسي شهر رمضان حسين ماذا بينا تبدا العلاقه طيبه لا 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 العلاقه ديما انت قلت لي ان بروجي ارتستيك انا ماذا بيا كاميرا قدامك اعطيك لي ما بيه مثلا بمناسبة شرف دين لا على ترجع الأمور والله هو بحكم الأخوة بحكم المعزة بحكم الذرية اللي عنده زوج صغيرات أبار الأولاد الكبار اللي نعرفهم صغيرات دونك نقول له فوزي أعمل أن تون داري حاول باش تقيم تجربتك الكل من بوتيتر من قبل ولا حتى من وقت الاعتزال والكل الإنسان أكيد ثم كيفاش يقولوها دي تون فور في حياته ثم دي تون فابل دونك يقف يعمل ستاند باي فهمني يقيم تجربته الكل الفنيه اللي على مستوى التلفزه زاد ككرونيكور والكل علاقاته زاد كيف دونك يقيمهم ومن بعد دونك سي با لا فان دو موند بالعكس المحبه والمعزه ديما تقعد موجوده دونك كنت محضر بروجي سي في السنه باش تخدم بيه انت وسيدي احمد جلمام البروجي هذا ما فماش دونك ما فماش مهرجانات دونك فما عروساتك هاو اسكو العروسات وحدها تنجم اليوم انها تعايش فنان والله عائلته بكل معناتها في العروسات في خير ونعمه في خير ونعمه الحمد لله دونك اول مره واحد يقول الحمد لله كيف خاطر مش الكل فرد ماهمش الكل كيف والله والله يسحق تصفيقه اول مره والله يعطيه الصحه والله ما فيش مهرجانات الحمد لله ربي شكا العروسات يصوروا تبارك الله في عرس كل العروسات يشتروا في حاجة الكل حطينا زيدة حطينا زيدة سليفون العروسات شنو حطينا زيدة سليفون من نوعية العروسات شنو هي سليفون لا ما عرفتش نقرب السؤال انا مش نقرب السؤال خلينا نكمل لك انا هو العروسات اللي ترفض انك تحضر فيها لا العروسات ما نرفض حتى عرس حتى اللي بداوا فهمتني ولا فيهم ما نرفض حتى عرس شنو عطاوني الليست دانفيتي ولا شنو باش يقدم ولا شنو السلبية ولا يقصد الريجي بي تحضر علاه يبعثوا لي في الواحد انا مش يقولوا لي انا مش نقدموا الريجي بي ولا انت ما تعرفش دونك على روحه لا لا باغ اكزومبل عندي موقف باغ اكزومبل وهذا موقف يخصني انا اكيد كل واحد حر في حياته الكل باغ اكزومبل لي سواغي نتاع راس العام
دونك ما خديت موقف ما نحبش نحضر فيهم سيتو مش معناتها اللي يحضروا فيهم راهو انا على هذا موقفك انت لا خاطر لاني ماشي 100% 200% انه فيهم فيهم الكار سيتو مش معناتها اللي يحضروا فيهم راهو ولا انا على انت ما في بالكش هذاك مش مشكل سي بار برانسيب لا مش في شو العلاقه بتتر ندخلوا في علاقه خاصه في الشهر الفضيل شهر شعبان وكل العلاقه مع المولى سبحانه وتعالى الانسان يصلح روحه بشويه بشويه راهو هل التغيير الكل 180 درجه راهو حتى سيدنا ما وصاش به فهمني توغلوا بلين بشوية بشوية سواء في علاقتك مع ربي في علاقتك مع المجتمع اللي هي علاقتك مع ربي بينك وبين ربي مع علاقتك بالفنجاء بينك وبين الناس ويحاسبك ربي على علاقتك في المجتمع وبالمجتمع بل ما يحاسبك على علاقته به تسمع زيادة دي تسمع زيادة والأقربون أولى بالمعروف سيد جيتنا اليوم بسنجل جديد ايه دونك سنجل جديد شو اسمه والله يشرفني اني نعمل لو لانسمون دا نوفو كليب ان شاء الله دونك بدايه من الليله دونك ينجموا يدخلوا على شان يوتيوب حسين عامر العفريت على الباج اوفيسيال على الباج فان ان بتي تيزر على الانستغرام والكل باش يلقاو ميد لي نتاع صاحب الشفاعة اخراج مخرج محلاه محلاه برشا في اخلاق وفي تعامله وفي الصوره اللي خرجها وان شاء الله تكتشفوها والكل اللي هو ياسين طبقه دونك ميد لي فيه ثلاثه اغاني مراوحه ما بين الموروث من خلال يعني مقتطف من وسط السيكا التونسيه بالاضافه الى زوز اعمال غنائيه متاعي خاصه الهاشم نور سباني كلمات والحان سليم السالمي صاحب الشفاع كلمات والحان نبيل الجارسي الخدمه باصابع محسن ماطي في استوديو لطفي بوشناق جلال الشواشي في الإيقاع خالد قداح الفريق المشرف الفني زاد نحب نشكره وشكر خاص هو سامي اللجمي وكل نخبة من جماعة الزيارة تو مش تلقاهم في الصورة في الكليب كنت نتمنى نشوفكم إن شاء الله خيرها في غيرها في الافون بريمير اللي عملتها لا نعرف العذر كل واحد نشكر خويا العزيز كان مشرفني والكل ان شاء الله خرج بانطباعات حلوه دي جي دانجر دونك ان شاء الله خيرها في غيرها عدينا وقت حلو مع الصحفيين حبيت يراو هما بعينيهم هما نشوف الكليب نشوف الخدمه الكل ما توريهم الكليب افون بريمير كان ثم اي تروتيشه ولا حاجه دونك وهذاك هو كذا حاجه حلوه برشا كان ثم حاجه ما عادش غناها اليوم مازلت تغني بالانجلي ولا؟ كي نغني شو مش مش من الرسم بدنا نسمع حاجه بالانجلي بركا ما يهرت القوان لي On the white moros of rats In the valley of order We owe it to show gratefulness When the call is to Allah طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الاغنيه الجديده باش نسمعوها شويه اخر ان شاء الله معاك والاكسكلوزيفيتي حسين عامر العفريت دونك نستناو شويه اخر ان شاء الله نسمعوها ما قبل نتعداو المسك الختام تو سويت مع امون صح علينا فان نمبر 1 خليك اليوم باش نحكيو على عبد عزيز على كل واحد فينا باش نحكيو على الوطن الاول الحب الاول والمدرسه الاولى باش نحكيو على الام شكون الام قبل كل شيء هي امراه حبت تعيش دورها دور نبيل جدا وتولي ام اما خلينا نتفهموا شكون المراه مش كان جنس المراه مش كان اغراء وجمال المراه مش كان انوثه المرأة مش كان رجولة ما تأنيث الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال المرأة مش كان نهارين في العام عيد الأم وعيد المرأة المرأة مش ساك دو فخاب ولا بونشينك بول تصيب فيها الجهل متاعك بالعنف والضرب والسبين المرأة مش كوجينة سيدي خويا ومش تطيب ومعون المرأة مش كان لهوة بالدار وغرون ميناج المرأة مش شقاقة تاخذها طمع في فلوسها ولا تاخذها باش تجيب منها الصغار ومن بعد تربيهم وتلقى روحها تصرف فيهم تصرف عليهم وحدها المرأة مش كان صوت في الانتخابات توصلك للمنصب متاعك وبعد تنسيها وقت تقسيم ولا توزيع حقائب الدولة المرأة مش اللي تنشحك
وتعاونك في نجاحك أول ما تتنفنف أمورك تتلف المرأة. المرأة هي أمك، هي أختك، وهي بنتك، وهي شريكة عمرك. المرأة هي حكمة بلقيس ملكة سبأ. المرأة هي وفاء ودهاء عليسة مؤسسة قرطاج. المرأة هي لا فيجن دو زنوبيا ملكة تدمر. المرأة هي ذكاء كليوباترا فرعونة مصر. المرأة هي فطنة شجرة الدر. المرأة هي الكهنة وعزيزة عثمانة. المرأة هي حنية لاميخ تيريزا. المرأة هي ثقافة ماري كوري اللي اكتشفت الذرة. المرأة هي المرأة الحديدية كما مارغريت تاتشر وأنجلا ميركل. المرأة هي اللي تبنيت على خاطرها عجائب الدنيا كما حكاية حب أميتيس وحدائق بابل لي جاردان دو بابيلون، وكما حب ممتاز محل وقصة تاج محل. المرأة هي اللي كرمها الإسلام ومنحها من الوقت ومن الجاهلية. والمرأة هي عتاب أم آخر ملوك غرناطة، امرأة قوية ياسر قالت لولدها لا تبكي كالنساء ملك لم تصنه مثل الرجال. المرأة هي شجاعة وقوة أم الشهيد كما أسماء بنت أبي بكر الصديق اللي جات لولدها عبد الله بن الزبير باش يخرج يحارب الحجاج في مكة، وقالها يا أمه إني أخاف أن خرجت أن أقتل وأصلب. ما قتلوش أيفك عليك وليدي شد الدار لطف عليك، قتلوا يا بنية الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. فخرج وقتل وصلب. اون كونكلوجون، المرأة هي المرأة التونسية، هي راضية الحداد، هي توحيدة بالشيخ، هي السيدة عليا، هي عليا المنشاري، وهي جدتي صفية فرحات. المرأة هي المرأة الريفية الكادحة، وهي السيدة زهرة السلطاني أم الشهيدين خليفة ومبروك السلطاني. بورقيبة أعطاكم حقوقكم ووراكم الواجبات، والدستور أنصفكم بالتناصف في الترشحات. الأم فينالمون شكون هي الأم؟ الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. آفاقكم مشروع نداء لبديل حر تحيا به تونس بدون أخفاق. En conclusion, زيد encore une fois, أنتن عقل الأمة، أنتن نصف المجتمع، تونس أمانة بلديكم، نساء بلادي، نساء أنوان. يا ولدي يا ربي فضل أمنا. حسين شبيك عندك حاجة تقول؟ أكيد أدوها غني ميكرو مش غني مش غني حاجة اتفاعل في الانستغرام فو لي فام فو مون درام لا 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 تفتري راجع معي سر الوفاق لدى النبي لا لا تفتري راجع معي سر الوفاق لدى النبي كان العطوف والرؤوف مع من سكن طيبا سلاما لزوجه كان الوطن أوصانا خيرا بالنساء وبهن أيضا رحما رسولنا علمنا من بيته معنا الوفاء. أنا بصراحة نقول لكم محليها اللامة معاكم خسارة قريب نوصلوا لآخر حلقة نتاعنا، ما نتعداو لآخر حلقة نتاعنا كان يجينا الفائز بمبلغ 20 مليون كاش استقبلوه بحضرنا مرحبا. مرحبا. الفائز بمبلغ 20 مليون كاش، شو اسمك خويا؟ خالد بوعندي. خالد، شو تعمل في الدنيا يا خالد؟ أستاذ تربية بدنية متقاعد ومدرب كرة قدم. الله الله، اسمع سيدي، أستاذ تربية بدنية. مدرب سبورتيف. مدرب أونترونير، ما زلت أونترونير تاع الكرة ولا؟ هو متقاعد، أم برسيت نجم نختم. ويتفرج جاي. كيبان محظوظ برشا، باش نقول لكم شنو حصل في القرعه نتاعو بالضبط. القرعه تعملت اربع مرات اللي تصلنا بهم في القانون نتاع اللعبه يقول كي ما يهزوش نتعداو للرقم اللي بعده. دونك هو الخامس، اربعه قبله ما تحصلناش عليهم وانت كنت جوانيابل. ما تقدرش ميساج ساعه بعد. في الحقيقه ولدي صغير هيكل هو عملت له تروا ميساج. بسرق عليك ولا في بالك؟ لا لا لا. واليوم الشيخ حتى خرج. لا مش نعطيه لهم. كوميسيون. نعطيه لهم ولادي. كل ولادي.
هذا فما عرس قادمين على عرس على حاجة. ممكن فما برامج احنا نعطيهم لولادنا. حتى مش عرسوا لي عرسوا بعضهم. مانيش مش نعرسوا بابا اعطينا 10 هذوما. مش تستنى مش كيف. شو اللي استبناني؟ معناتها انت كنت مصدق انت تنجم تربح ولا؟ والله كيف كلمني عادل المنفذ اني ما منتش معناتها. قلت لي فادكوا عليه. قلت ما تاثرتش بكل. أما وفي رمزير أعطاني المعلومات وعد من بعد أثر يا دونك تفتش من الأول من الأول ما كانش قدش ما قلت لي بعثوا ثلاثة مساجات ثلاثة معناتها أنت اللي قاعد تتفرج فينا راهو نهار غرة ماي معناتها البرومي ماي راك تنجم تكون أنت رابح لنا بلاصتك في كأنك كيما عمل هو أمن بحظوظه بعث ولده دونك صغرون وشاور بوكم وهز تليفونه ولده جاي معاه جاي معاك ولدي جاي معايا الكبير أما الصغير عمره 10 بيتون اه شكون اللي بعث صغير ولا كبير؟ لا اللي بعث صغير صغير ما الكبير عندي شي تحية جي كيك على الفازة جمال باسل 20 مليون يزم سكور منين انت من تسكن؟ من قابس من قابس يا سيدي من قابس من مدنين من تطاوين من بنزرت من البلايص الكل جربوا حظكم ابعثوا تنجموا انتم اللي تكونوا رابحين مبلغ 20 مليون كاش قبل ما يجي رمضان بالضبط دونك لو بريمي يا سيدي ان شاء الله الف مبروك ليك نعم تحيه تفضل اي تفضل اي نعم تحيه كبيره لكافه افراد العائله والاقرباء واهالي مدينه قابس وشكرا للمشرفين على البرنامج يا سيدي ربي يفضلك لحظه قبل ما تمشي سيدي هذوما الفليسات نتاعك تتسلمهم نقدا 20 مليون كاش حاب تصفيقه كبيره برشا ليه ان شاء الله العاقبه ليكم انتوما ديجا ان شاء الله يا ربي تكونوا بالفايزين سيدي ان شاء الله مبروك ليك يعيشك في الامان ان شاء الله العاقبه ليكم انتوما بيب الاس ام اس على 85 811 هكا كون وصلنا لاخر ميسار حاب تصفيقه كبيره برشا على الكونيكور الكل اللي حضروا معنا اليوم على كيفي دانجور على الببليك نخليكم مع السنجل الجديد وي نحب نقول مبروك النجم الرياضي الساحلي شامبيون دافريكا والعقبه الكاس زايد في دبي ان شاء الله باه زيد ريميرسيمون شوسور اف بيلتون هكا كلها ولات هكا ماشي الامور خويا مصلي على النبي الامور فهمت انا عندي ريميرسيمون عنديش ريميرسيمون هو في الحقيقه اما نحب تشجيعك ببرشا وتمشيو تتفرجوا في فيرس نوتر ايليزيونيست اللي باش يكون موجود ان شاء الله نهار لحد هذايا في المنزاسيس 7 نتاع العشيه باش تتفرجوا في فيرس في دار الشباب في دار الشباب ماشي دونك يمشيو تفرجوا فيرس معناتها راه باش يعمل سبيكتاكل ممتاز برشا ومعاملين عليكم ان شاء الله باش تحضروا بوسه كبيره برشا ونوتر سوتيان كامل صديقنا وخونا تشيرس باه هيا فازي شكون عندك شكون مازال شكون مازال انا فيصل فيصل انا ريميرسيمون ورده عملت لي مكياج مانيفيك ميرسي بوكو نبوسو نويل خاطر مريضه وبرنسيس دي زونغل غرو بيزو هكا فوالا كاهو شعري احلى تحيه ليا بن عزيز عجوله لا شارمونت لفايتو ارك ان سيل نبوسكم بعد سافا مريكلي انتم ولا ولاد الناس بون ميرسي بكارد روب ورده ورده المكياج نتاع الحوار انا نسلم على الكيب الكل اللي يخدموا معنا لهنا برافو يعطيهم الصحه كل تكنيك كبير ممتاز يعطيهم الصحه نسمعوا الاغنيه الجديده نتاع حسين عامر عفريت حار على الشاب ان شاء الله اللي ان شاء الله هاي قريب قريب يعني ان شاء الله بالزواج وان شاء الله ربي يهنيه انا سمعت به تكوت في كوستو ربي ما ان شاء الله ما يعاودش الرمارك اللي قالها قبيله لا 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 اسكت اسكت دونك نسمعوا الاغنيه الجديده حسين نسمعوها تو سويت بلاي باك نقول لكم ليكم زيد خالد نرجع جاي موقف الله
أحسن ما يلقي به الله فإن سألوني عن حبيبي فإن سألوني عن حبيبي قلت لهم وحق الله ومحمد الهادي محسن الجواب أعز خلق الله الهادي محسن الجواب أعز خلق الله وكي نذكر اسمه محمد أجراح جسمي تضمت كي نذكر اسمه يسهل رب انظر الكعبة ونبينا فاض وجدي من حبي يا روحي شاشت فزعة صاحب الشفاعة محمد صاحب الشفاعة محمد صاحب الشفاعة سخر لي ربي ونراها ونزورتها واصحابها صاحب الشفاعة محمد صاحب الشفاعة محمد صاحب الشفاعة من وحش